قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطر نبتدي بآدم خليفة خليفة ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن نبي الله لوط عليه السلام وكيف نجاه الله عز وجل وابنتيه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، من القوم قوم السوء الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين. نجى الله عز وجل لوطا وابنتيه ودمر القرية بمن فيها. ليس بعيدا عن قرى سدوم قوم لوط قرية تسمى مدين. هذه القرية اشتهرت بالتجارة والبيع والشراء، لكنها كانت تتعامل بالغش، كانت أسواقهم كلها مليئة بالغش والكذب والخداع، بل كانوا أكثر من هذا. إذا جاءهم أحد يمر عليهم في قرى مدينة فإنهم يأخذون عليه الضرائب ويقطعون عليه الطريق. أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله شعيب، وشعيب كان نبيا عربيا. الأنبياء العرب هود عليه السلام، صالح عليه السلام، وأيضا شعيب عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأربعة كلهم من العرب. أرسل الله لقوم مدين شعيب، وكانوا يعبدون الشجر، شجرة تسمى الأيكة، وكانوا يغشون بالأسواق وبالميزان ويطففون فيه ويأخذون من الناس أموالا بغير حق ويتعاملون بالربا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم، قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد توحيد الله عز وجل بدأ يعلمهم أن هذا البيع، هذه التجارة، هذا التطفيف في الميزان والمكيال إنه حرام لا يرضاه الله عز وجل أبدا. ولا تنقصوا المكيال، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. يعني النعمة التي عندكم الحمد لله كافية، لم تغشون الناس بأسواقكم وتجاراتكم وبيعكم وشرائكم؟ إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وكانت من طبيعة قوم مدين أنهم يخرجون خارج القرى، فإذا رأوا قافلة قطعوا عليها الطريق، كانوا قطاع طرق يقطعون على الناس طريقهم، فلما تمر عليهم قافلة إلا وسلبوها بعض أموالها، يأخذون من الناس ضرائب بغير وجه حق، مكس لعن الله عز وجل صاحبه، ضرائب يأخذونها بأي خدمة وبغير خدمة يؤدونها للناس، قطع طريق مع أنهم كانوا ضعفاء، كانوا قليلين وكثرهم الرب عز وجل، لكنهم مع هذا ما يتذكرون نعمة الله عليهم. لهذا ذكرهم شعيب فقال: ولا تقعدوا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني تقفون على الناس في طرقهم فتقطعونها وتأخذون أموالهم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون،
وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. قوم شعيب بعد أن دعاهم نبي الله شعيب عليه السلام إلى عبادة الله وحده وإلى ترك البيع الحرام والشراء الحرام وغش الناس والاحتيال عليهم والبيوع المحرمة وقطع الطريق وأخذ الضرائب من الناس، أخذوا يردون عليه باستهزاء، يقولون لنبي الله شعيب ذلك الرجل الذي أرسله الله قوي اللسان فصيح اللسان لكنه ضعيف الجسد، هذا النبي العربي بدأ قومه يتكلمون عليه، يقولون دينك يا شعيب، عبادتك يا شعيب، صلاتك يا شعيب، تتدخل حتى بتجارتنا، حتى بأسواقنا، حتى بمعاملاتنا، حتى ببيوعنا، بشرائنا، أي دين هذا الذي يتدخل بالبيع والشراء؟ قالوا يا شعيب أصلاتك دينك يعني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي دين هذا الذي يتدخل بالأموال، يتدخل بالتجارة، يتدخل بالاقتصاد، يتدخل بالمكيال والميزان والبيوع والشراء؟ أي دين هذا؟ هذه الدعوة القديمة التي أطلقها قوم شعيب لا زالت تتكرر في كل زمان ومكان، لا زال يظهر أقوام يزعمون أن دين الله عز وجل لا علاقة له بالحياة، أن دين الله عز وجل لا علاقة له بالبيع والشراء، أن دين الله عز وجل ليس له دعوة بالاقتصاد وبالبيوع وبالشراء وبالتجارات، الدين ما له علاقة بهذا. هذا ما قاله قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ثم أخذوا يستهزئون بشعيب عليه السلام، مع أنه أعقلهم، مع أنه أفهمهم، مع أنه أفصحهم لسانا، أخذوا يستهزئون عليه، يقولون إنك عاقل عندما تدعونا بهذه الدعوة، إنك رشيد وعاقل، استهزاء به، إنك لأنت الحليم الرشيد. ما قصدوا أنه حليما، ما قصدوا أنه رشيد وحليم، لا، لكنهم يستهزئون به استهزاء، إنك حليم، إنك رشيد عندما تتدخل حتى بتجارتنا وأموالنا وبيوعنا. ولهذا رد عليهم شعيب عليه السلام، قال لهم يا قوم أرأيتم إن كان ديني هو الحق، إن كان كلامي ما أقوله لكم هو الحق، إن كنت قد جئتكم بالبينات ماذا ستفعلون؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قد يكون الذي أملك قليلا ليس مثلكم، قد تكونون تملكون الثروات والأرصدة والأموال والتجارات، سرقتم أموال الناس، نهبتم أموال الفقراء، قطعتم الطريق، أخذتم الضرائب، أما أنا فعندي رزق قليل لكنه حسن. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ومع هذا عندما حذرتكم من الحرام، من السرقة، من الغش، من الاحتيال، من النصب، فإنني والله يشهد على هذا لن أفعل ما أنهاكم عنه، لن أمركم بشيء ولا أفعله، لن أنهاكم عن شيء وآتيه، سأكون قبلكم التزاما بما أقول. ولهذا رد عليهم شعيب فقال وما أريد أن أخالفكم
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن ماذا تريد يا شعيب؟ إن أريد إلا الإصلاح. لا أريد إلا الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي وما توفيقي إلا بالله. أي أنني لا أريد إلا الإصلاح، والتوفيق الذي سيكون من الله جل وعلا وحده. وما توفيقي، ما أرجع الأمر لشطارته ولا لقوته ولا لفهمه ولا لذكائه ولا لعقله، بل قال أرجع الأمر لله عز وجل. هكذا الدعاء يرجعون أمرهم فقط لله جل وعلا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. كل الأنبياء على الله عز وجل متوكلون. عليه توكلت وإليه أنيب، أي أن الذي آمركم به سوف ألتزمه. هدفي في الأرض فقط الإصلاح، ليس كما تقولون أنني أنهاكم عن شيء فآتيه. لا والله، أنا أولكم التزاما، بل قبلكم سوف ألتزم ببيعي وشرائي وتجارتي، سوف أكون أول الملتزمين. أريد الإصلاح في الأرض، أريد أن لا يؤخذ الناس من أموالهم بظلم، بل يعطى كل ذي حق حقه. لا زال شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى الله، إلى عبادة الله وحده، وإلى ترك البيوع المحرمة والتجارات المحرمة، وقومه يعاندون ويصرون. شعيب عليه السلام أراد أن يحذر قومه، قال يا قوم لا يحملنكم ما تفعلونه في وشقاقكم لي أن ينزل عليكم عذاب من الله عز وجل. ألا تذكرون قوم نوح والطوفان؟ ألم تسمعوا بما فعل الله عز وجل بقوم هود أو قوم صالح؟ وليست قرى لوط عنكم ببعيد، لا زمنا ولا مكانا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. انظروا لخوفه على قومه، يقول يا قوم تذكروا قوم نوح كيف أهلكهم الطوفان، تذكروا قوم هود كيف أهلكهم الريح، تذكروا قوم صالح كيف دمرتهم الصاعقة، قوم لوط التي أغرقها الله عز وجل وجعل عاليها سافلها ليست بعيدة عنكم. احذروا عنادكم للأنبياء أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فردوا على شعيب ذلك الخطيب المفوه، ذلك اللسان المبين، انظروا ماذا قالوا له استهزاء. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. كلامك لا نفهمه، إنه الاستهزاء، إنه العناد، إنه الكبر. من لا يفهم كلام ذلك الرجل الفصيح البليغ شعيب عليه الصلاة والسلام؟ إلا قوم معاندون مكابرون يفهمون، لكنهم كانوا يعاندون. ثم قالوا له يا شعيب إنا لنراك فينا ضعيفا، أنت رجل ضعيف. وكان شعيب عليه الصلاة والسلام رجلا ضعيف البنية، ضعيف الجسد، ضعيف النظر، وليس من قوم أقوياء، وليس من قوم يملكون القوة والمنعة. لهذا قالوا له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. نعم عندك قوم، ولولا معزة قومك علينا لرجمناك يا شعيب. لم يكونوا بتلك القوة، ولكن معزة قومه على باقي الناس جعلتهم يقفون عن تعذيبه. قالوا لولا قومك يا شعيب لحفرنا حفرة ووضعناك فيها ولضربناك فيها بالحجارة، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت
صرت علينا بعزيز. لست بغال علينا، ولست بعزيز علينا، ولست قويا فينا، أنت رجل ضعيف، لكن من أجل قومك وقبيلتك. ذلك أن الله بعد لوط عليه السلام، لأنه لم يكن من قومه، ما أرسل نبيا ولا بعث نبيا إلا وجعله في منعة من قومه، مثل شعيب عليه السلام. قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. رد عليهم شعيب عليه السلام، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، رهطي وقبيلتي وجماعتي وأهلي أعز عليكم من رب العالمين. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. رد بكل عزة وثقة، قال يا قوم أقول لكم رب العالمين تقول الرهطي، أقول لكم الله تقولون قبيلتي وقومي، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. لكنه العناد، لكنه الكبر من قوم شعيب، هذا العناد والكبر كيف أوصلهم وكيف أعمى قوم شعيب عن الحقيقة التي جاء بها شعيب عليه السلام. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. اشتد البلاء على نبي الله شعيب عليه السلام، واستكبر قومه وأرادوا إخراجه هو والذين آمنوا معه من قريته، أو لتعودن في ملتنا كما قالوا. فرد عليهم شعيب عليه السلام قال أولو كنا كارهين. لما ازداد البلاء رفع شعيب يديه إلى السماء وقال على الله توكلنا، ثم دعا الله عز وجل وقال ربنا افتح بيننا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وجاء اليوم الذي سينزل الله عز وجل فيه العذاب على قوم شعيب. لقد استكبروا، لقد تجبروا، لقد عاندوا، لقد جحدوا أمر الله عز وجل، لقد كذبوا نبيهم. الآن جاء يومهم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجى الله عز وجل أولا شعيب وأهل الإيمان، أخرجهم من هذه القرية، فأصاب القرية حر شديد لم يستطع أحد منهم أن يتحمل هذا الحر، فوجدوا ظلة غيمة تظلل مكانا ما. فخرج أهل القرية رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ليستظلوا بهذه الظلة، فنزلوا تحت هذه الغيمة، فإذا بالغيمة تنزل شررا يحرق الناس، فكذبوه. هذا جزاء تكذيب الأنبياء. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. لو تخيلتم النار كيف تنزل والصواعق تضربهم ضربا وتحرقهم حرقا، فذهبوا إلى بيوتهم إلى سكناهم وإذا الأرض ترجف من تحتهم. فأخذتهم الرجفة تزلزلت الأرض من تحتهم. فيا لهول عذاب الله عز وجل إذا نزل. أي بيوت بقيت؟ أي مبان صمدت؟ الأرض ترجف والبيوت تتهدم على رأس أهلها. ثم أخذتهم الصيحة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا
نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صيحة قطعت قلوبهم كلهم فلم تبق منهم فردا وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم كلهم وهم في ديارهم الذي اختبأ في بيته والذي هرب من رجفة الأرض ومن صاعقة الظلة ومن شررها أخذته الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا ترى في القرية قوم مدين لا ترى إلا الجثث الهامدة لا تسمع فيهم صوتا لا ترى فيهم حراكا كأن لم يغنوا فيها أين أسواقهم؟ أين حركتهم؟ أين أصواتهم؟ أين الناس؟ أين ذهبوا؟ ماذا حصل لهم؟ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كما فعل الله عز وجل بقوم ثمود فعل الرب عز وجل بقوم مدين فلم يبق منهم أحدا وبعد أن هلكوا جميعا دمرت الأرض بمن فيها أين الأسواق؟ أين البيوت؟ أين الناس؟ أين الأطفال الذين يلعبون؟ أين القرى الظاهرة؟ أين استكبارهم في الأرض؟ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود بعد أن دمرت الأرض رجع نبي الله شعيب عليه السلام إلى قومه ليراهم جثثا هامدة رجع ليرى الأرض كلها قد دمرت ليرى الجثث ملقاة على الأرض يمنة ويسرى فإذا بشعيب يمر على الناس وعلى الديار وعلى الخراب ويكلم الجثث وهي ميتة فتولى عنهم وقال يا قوم يكلم أمواتا يسمعهم الرب عز وجل وهم أموات يسمعون كلام نبيهم وهو يحدثهم وهو يقول لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى لما أحزن على قوم بلغتهم وأديت الأمانة وذكرتهم سنوات وكانوا يستهزئون وكانوا يهددون وكانوا يستكبرون ظنوا أن أموالهم ستمنعهم ظنوا أن قوتهم ستمنعهم من عذاب الله عز وجل لن آسى ولن أحزن عليكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين دمر قوم مدين جزاء على كفرهم بنبيهم ونجى الله شعيبا والذين آمنوا وطويت صفحة من صفحات الأنبياء في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن قصة هي من أحسن القصص سماها الرب عز وجل في القرآن أحسن القصص قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قصة يوسف ما أجملها من قصة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حتى نلقاكم إن شاء الله على موعد وإياكم مع هذه القصة العظيمة في الحلقة المقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصص نور قصص يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل الشطر الحسن الله عز وجل يرعاه وكيف تسجد الكواكب جلسوا يتآمرون على يوسف وكله ملطخ بالدم كان يحبه حبا جما ارموه في بئر حملوا الغلام جلس الغلام يبكي وحيدا فريدا سأموت في هذا البئر المظلم كيف مرت هذه الأيام على يوسف إذا به يصرخ يا يوسف تربى يباع يوسف في أسواق مصر يا الله أي ظلم لهذا الغلام المسكين قصص نور قصص حكمة وصبر أسامي هم لا
مسيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها عيني يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها عيني.